المكتبات الموقوفة والتي فيها نسخ عديدة من الكتب ولا ينتفع بها، هل يجوز الأخذ منها؟ أبداً ولا يجوز، لا يجوز الأخذ منها. والنسخ يحتاج إليها، المتكررة يحتاج إليها، لأنه قد يأتي أناس كثيرون يطالعون فيها، فإذا كانت النسخ متكررة حصل المقصود، وإذا لم يكن في المكتبة إلا كتاب واحد وجاء ناس كثيرين وش يعملون؟ ما يستطيعون، فلا ما يجوز هذا، تبقى الكتب في المكتبة ولو كانت متكررة. نعم.